وأيضا حضر الرئيس الصيني والعاهل السعودي حفلة تدشين لمشروع مصفاة نفط في مركز الملك عبد الله لبحوث ودراسة البترول. وقد أنشئت المصفاة في إطار مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة سينوبيك الصينية، ويمول بأكبر استثمار صيني في المملكة. تعد تلك المصفاة أول مشروع لمصفاة نفط صينية تبنى خارج البلاد، حيث وقعت الشركتان عقدا في مطلع عام 2012 باستثمارات بلغت قرابة 10 مليارات دولار أمريكي، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة حصة أرامكو 62.5%، بينما تبلغ حصة شركة سينوبيك 37.5%. وقال الرئيس شي إن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين حقق منافع مهمة لشعبي البلدين، مضيفا أن تدشين المصفات النفطية لا يتطابق فقط مع استراتيجية التنمية الوطنية السعودية، لكنه يعتبر أيضا تنفيذا لاستراتيجية التعاون الصيني مع بلدان المنطقة التي تشملها مبادرة الحزام والطريق، وهي الرؤية التي وضعها الرئيس شي في عام 2013 لتعزيز الترابط والتنمية المشتركة على طول البلدان الواقعة على طريق الحرير القديم بريا وبحريا. وأضاف أنه ما زال لدى الجانبين مزيد من المشروعات المشتركة التي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأعمال وتشجيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.